العمر كتاب أمين يحفظ في سطوره كل الذكريات بحلوها ومرها، نستطيع استحضارها كلما أردناها، وحين نقلب أوراقه نعيش الذكرى مرة أخرى بكل هواجسها وتفصيلاتها. في إدلب، مدينة الأوابد وبساتين الزيتون والأرض الغارقة في القدم، ولد غسان عبود وفتح عينيه على الحياة مستبشراً بذلك الخضار الممتد في تلك البقعة الجغرافية من سوريا. قضى طفولته في أحياء تلك المدينة وتفتق وعيه في ذلك المجتمع الهادئ. بتذكر الحارة تمام، يعني بتذكرها بعيني وعيني بهذاك الوقت. كان دكاننا على سطوح البير بيسموه، كان فيه هيك زباط عثماني قديم، من طرف اليسار بيت الأفندي، من يمين بيت البيك. كثير هذا الزباط هو نقطة علام، فكان محل أبي هيك قبل منه بحوالي 50-60 متر. كان هيك مثل أرض الحارة، يعني صحيح أنا أروح مع أبي، صحيح أنا ما أشتغل معه، أحياناً هيك يصح لي إني تعال بدي إياك بشغلي أو هيك، لكن أغلب وقت كنا بنلعب بالحارة، نتسلى على سطوح البير مع رفقاتي، مع أصدقائي، مع أولاد الحارة. كنت أروح أحياناً على شيء اسمه الخوجة. الخوجة هيك يعلمونا شوي هذا تبع الأغاني الخفيفة. بعدين هيك ساعتين ثلاثة يكون صار الدنيا هيك الساعة 11-12، يجي لعند أبي على المحل، وقف أنا عنده أحياناً. كان أبي دائماً يقول لي اسمع شو عم يقولوا الناس، بس لا تحكي. كان يخاف أنه أحكي بهذا الوقت، يقول لي اسمع، وما يخاف علي أنه أتعلم، ما يخاف أنه تيجوا تجمعات الكبار رفقاته أحياناً الأكبر منه، أحياناً يجوا ختارة يقعدوا. بتعرف في هاي ثقافة أنه أنه الدكان مكان تجمع، يعني بيقعدوا الناس أحياناً 4-5 على كراسي وبيقعدوا بدرشوا بأحوال البلد، بأحوال الناس، بمن مضى، في اللي ماتوا، باللي عاشوا. حقيقة بهالفترة أنا كنت أسمع كتير، يعني كتير سمعت عن بداية البلد وتكون إدلب وأشياء، ومين راح ومين مات وآغا يعني، لأنه هاي الفترة عم بحكي لك هي فترة بداية 72-73، في شيء هيك فيها، كان فيها يعني كأنه هيك نوع من الأريحية الاقتصادية، كانت الناس مرتاحة، كان بدأ يدخل بعض الأشياء الجديدة، التكنولوجيا على البلد، يعني مثل مثلا راديو، تلفزيون، تسمع أنه والله اليوم بيت فلان مثلا جابوا تلفزيون، يعني تسمع أنه هي مثل فرحة. يعني طبعا أنا ما بعرف لأبي إلا هو بيصلي، بيصلي دائما، يعني أبي بيصلي الفجر حاضر، ما بعرفه بحياتي أنه ما صلى إلا حاضر. بيطلع على صلاة الفجر بعد المنة، وقت اللي يروح على صلاة الظهر والعصر كتير يحب أن أكون بالدكان، يعني تعال أقعد محلي، فأنا قاعد محله، يعني شو عمله ولد عمره 5 سنين، خيال مآتي يعني، بس الدنيا كانت أمان، يعني الناس ما في إشكالية. ما كنت يعني مثلا بيع اشتري، لا، بس يعني كان إذا في ضرورة معينة أوكي، يعني أعطي لحدة شغلي بعدين هو أبي يتفاهموا وياه. هلا أنا بذكر وقت اللي كنت جوع، يعني يمر علي وقت جوع مثلا انه يكون ابوي يتاخر لسبب ما، راح على محل او هيك، وانا ولد يعني احس حالي انه جوعت فجاه، كان ما عندي مشكله انه دق على باب الجيران، فدق على مثلا باب جارتنا الله يذكرها بالخير، الله يرحمها، توفت هلا، كان اسمها سوريا، كبيره بالعمر، فقال لها خالتي جوعان، فتقول لي يا قلبي جوعان، تعمل لي زيت وزعتر، تعمل لي احيانا خبز وجبنه، والله اذا فيك طبخات اللي خليك بالدكان هلا ببعث لك الطبخه، تبعت لي اياها مع بنت الصغيره، ما بتذكر كان اسمها دلال. نشأ غسان في تلك البيئة الهادئة والتي صقلت شخصه اليوم، حي وادع وجيران طيبون ووالد كان له الدور الأكبر في ذلك. فالحاج أبو غسان دفع بطفله منذ النشأة إلى الاختلاط بالناس والتواجد في مجالس أهل الحي، مستمعاً إلى الأحاديث، مكرساً في ذهنه ثقافة مجتمعية تفتح أمامه في المستقبل وعياً على الحياة.
طبعاً اللي أكثر شيء ساهم بتشكيل شخصيتي هن الناس، لأنه قلت لك أنه أنا عشت بيناتهم. يعني أبي كان دائماً يخليني أقعد، قلت لك كان شرط الوحيد أنه ما أحكي، كان يغضب إذا حكيت، يقول لي ما بتحكي، بس بتقعد وبتسمع الناس شو عم تحكي. بعض الأحيان بعد ما يروح الناس أنا ما أسأل غالباً، لكن هو يشرح لي، يحس أنه هاي أكبر من فهمي لحادثة صارت مثلاً، أنه هاي أكبر من فهمي مثلاً. أنه مثلاً على سبيل المثال، مرة إجا واحد لعند أبي كبير بالعمر، وقام إجا لعند أبي هيك قال له أبو غسان بدي سيجارة، فأعطاه سيجارة أبوي وراح الرجل. فبعد ما مشي قال لي يا أبني هذا كان عنده أراضي، لكن هذا الرجل طغى على أخواته وأخذ له ميراثهم، وخصوصا لخواتهم. شوف يا ابني شو صارت آخرته، انه هذا الرجل ما عاد يلاقي سيجارة ياخذها، خسر كل شيء، بما معناه انه المال مو كل شيء. فبعض هاي القيم يشرح لي اياها، انه شو هالحادثة اللي صارت قدامي مثلا. ما كان يجبرنا على شيء، انه بس يجبرنا انه على السلوك الحسن، انه ما تدق يعني ما تأذي اهل الحارة، يعني مثلا ما يجبرنا انه روح صلي وروح كذا الى اخره، لا، انه بس هو يفضل يعني يحب، لكن انه مثلا يضربنا او كذا او لا ما يحكي. بس انه وقت اللي الحقيقة وقت اللي كان نعمل سلوك سيء بمس بسمعة البيت او باهلنا او سلوك بيأذي حدا من الجيران، لا هذا هون كان يغضب كثير معي ابدا، يعني بالنسبة له كارثة كان يعتبر. هلا النقطة بعدين انتقلنا لحارة كان طالعة جديد، بدأ هيك في حارات جديدة تطلع، هيك سكن بعيد عن ما بيشبه بيوتنا القديمة، ما بيشبه البيوت الشعبية اللي كنا ساكنين فيها، بيوت العائلة كلها. هون صار في انفصال، صار مثلا عمامي كل واحد أخذ بيت، أبي نفسه أخذ بيت، أخذ أرض وعمرة بمنطقة اسمها النعورة، سكننا فيها حوالي شي 6-7 سنوات بأول بس لك. كانت الحارة لسه هلا كانت عم تنبنى، الحارة كانت عم تنبنى، كان في أراضي زيتون، كان في تين، شجر تين، نلعب تحت المنون هناك هيك ونتسلى. هوني ضليت تقريبا شيء كل شيء طبيعي لغاية تقريبا هيك 80. شوف أفراح الناس، أنا كتير كنت أحضر استقبالات، حبك أمي تأخذني معها حتى، يعني لغاية بس ما صار عمري تقريبا 12-13 سنة تحسني أنه أنا بحب الاستقبالات، فتأخذني روح أحضر حفلات النسوان، عمري 12-7 سنين. اسمعوا هني عم بيغنوا، كانوا هني يغنوا، ما يحطوا مثل هلا مسجله وراديو وتلفزيون وما بعرف شو، هني يغنوا، هني يجيبوا وحده مثلا تعزف على العود، وحده تقدر بكي، يطيحوا مواويل من اجمل وامتع المواويل والعتابه، كلام بجنن. ما كان في مشكله انك تعدي مثلا يعدي الرجال بالحاره ويسمعوا اصواتهم هني عم يغنوا، كانت عادي. كان الاعراس 3-4-5-6 ايام، كان كثير فيها هيدي بسموها الدبكه الشعبيه المشهوره بإدلب. أبي ما كان له مزاج الله يرحمه، بس جدي كان كتير صاحب مزاج ويحب يروح على هيدي الأعراس الشعبية اللي فيها الدبكة الشعبية والرقصة الشعبية، فكان كمان أروح معه يلبس هيك الشال والشروال والكسرية الحمراء والهلا بتذكر والصدرية، طبعا شيء غالي كتير يعني وراقي هيك وتقيل وفن، يعني مش هلا مثل ما بهدلوا له هذا اللباس العربي وصاروا يلبسوه لخدم الأراجيل، شوهوا قيمته، شوهوا المعنى. يعني أنا فيني أقول لك أنه بهذاك الوقت مثلا أنه كان من أعز ما عن جدي هو لباسه العربي. يعني ليس كل ما في ذاكرة غسان من سنوات الطفولة جميل، فكيف لا يكون هناك ألم في الحياة وهو الذي ولد ونشأ في فترة زمنية عصيبة من تاريخ سوريا وتحولاتها السياسية وسيطرة البعث وحافظ الأسد على مقاليد الحكم. يتذكر غسان عبود بداية الأيام الدامية وهو الطفل الذي لم يعي ما يجري خارج محيط إدلب وربما خارج الحي، كيف وجد نفسه في لحظة غريبة حين نظر إلى أمه وأبيه والتقط على وجهيهما خوفاً لم يكن يعرفه من قبل.
راح يقلب أوراق ذاكرته ويحكي لنا كيف استيقظ فجر ذات يوم على أصوات ضجيج في الحي. في ليلة أنا فقت الساعة تقريبا شيء 5-6 الصبح، كان في ضجيج كثير بالحارة. قبلها كنت أسمع عن أشياء أنه فلان قتلوه مثلا. شو يعني فلان قتلوه؟ أنا بتذكر كان عمي هون عمري شيء 12 سنة، إنه بس يقولوا على السكت يحكوا، ما تفهم شو مغزى الحديث، ما يحكوا قدامنا. بدأ مثلا أبي إنه يسكر الدكان بكير، كان أبي يسكر الدكان 19 بالليل، في حين بدأ بهذا الوقت يسكر الساعة 8-8:30 هيك، بلاقي الحارة ساكتة، في حين هلا كنا نضل نحن الأولاد نضل الساعة 9-10 بالليل عم نلعب، وأحيانا 11 وصل إلى بداية الصيف يعني. بهاي الليلة اللي هلأ بتذكر فقت أنا الساعة 4-5 الصبح على ضجيج وعياط وسبات وهيك لهجة مو مثل لهجة أهل الليب. لا فقت ولا لقيت أبي وأمي لابسين لباس الطلعة، يعني مو لابسين لباس المنامة، وقاعدين هيك وخايفين، وفي شيء يعني بعينيهم خوف ما شفته قبل مرة بحياتي. فقال لي أبوي بعصبية، اللي انت شو فيك هلأ هيك؟ فأنا هون يعني ما بعرف شو رد علي، فسكتت. جيت لعند أمي وقعدت جنب المنام، فلفتني أمي هيك صارت تقرأ علي آيات قرآن. سمعت الباب عم يدق بعنف، افتح الباب. هون أبوي طبعا هون كان شاب، كان عمره يعني بحدود 37 سنة، 38 سنة هيك شيء. فحاضر هيك عم يصيح حاضر كذا، وراح هيك رقد باتجاه الباب وهو مرعوب. حسيته وكأنه هيك بده يسمع اللي عم يدق الباب، مشيته على الأرض إنه أنا جاي يعني بما معناه. ففتح الباب وفجأة دخل، قال له أعطينا هويتك، أعطاه هويته، طلع هيك بالهوية وطلع بليستا. صار أبوي طبعا كان خايف، يعني بين إنه أبوي كان أشقر، بس بهاي المرة شفته أصفر. أمي هيك قاعدة بزاوية ومخبيتني مدري شو. سألوا لأبوي، قال له بتعرف ناس بيطلعوا بالليل؟ قال له أبوي أنا صاحب هذا الدكان اللي تحت، وأنا يعني بعد 8:30 وما بطلع. قال له هيك، قال له بس إن صارت الساعة 8 بتيجي بتفتح الدكان. قال له يا سيدي وين بدي أفتح الدكان؟ في صوت سلاح وفي هذا راي يصير في هذا. فعيط عليه قال له مثل ما عم قل لك بتفتح الدكان. فأبوي قال له أوكي أمرك هيك. فأنا الحقيقة يعني بهذاك الوقت يعني نحن كنا نقرا بكتبنا القديمه في قصص لغسان كنفاني عن البياره والاسرائيليه وما بعرف شو. انا بذهني انه هذول هن الاسرائيليين والله. فسالته لابوي، قلت له ابوه هذول اسرائيليين؟ عم قال لي طلع فيني هيك زورني، قال لي سكر بوجك، ما بده يعني افتح تمي ابدا. بعدين فتح الباب وراح على الدكان، وانا هو راح وانا يعني بدي هاي روح، لانه انا بدي اقعد هيك قريب على الشباك بدي اسمع ايش عم يصير بالحاره، اسمع بس عياط وهيكي وسيارات شاحنه عم تمر وقصص. يعني امي طبعا يعني امي حفظت لك كم ايه من القران قرتهم كله شيء 6000 مره وهي بتعيدهم يعني، وهي فعلا كان مبين عليها الخوف بشكل مرعب. يعني نص ساعه وقلنا ما شفت الا اجى ابوي على دق الباب هيك وقال لي البيس وينزل. فأنا لقيتها بالسماء بدي أنزل أشوف أشو فيه، أوكي بدي من عند الله حدا يقلي البيس ونزيل. ففعلا لبست شلون من كان ونزلت، ولا دخلني هيك على الدكان قال لي روح جيب خبز. قلت له روح جيب خبز؟ قام قال لي روح جيب خبز من الفرن تبع هذا، نحن عنا بسموه فرن الزرة، هو كان فرن للدولة، يبدو باقي الأفران يمكن كانت ما يفاتحة. فهو قال لي بعيد عنا حوالي شيء 2 كيلومتر هيك بعيدة تحت، وأعطاني يمكن ورقتين ثلاثة وقال لي جيب خبز لنا ولبيت لجيراننا، هذا جارنا هو ومرته وعنده ولد صغير، فقال لي جيب لهم معه خبز. ومشيت على طريق الفرن، على طريق الفرن شفت شغلات ما بنساها بحياتي. شفت كل شباب حارتنا مجتمعين بمدرسة البعث الجديدة، كانت هاي مدرسة جديدة بالساحة، وعم يقتلوهم بالخراطيم، وهدول العسكر وعم يضربوهم كعب البنادق، كلهم شباب وكبار، كل واحد عمره تقريبا تحت 50 لغاية 15، عند
دوار دكان يسوف شفت واحد كان مقتول. انا اجمدت يعني شفته اكيد لك يعني شفت هيك دم وواحد مشطح ما عرفت من هو ما بتذكر. اجمدت هيك وقفت بدي اطلع هيك وقام واحد بالسياره مشي قدامك ولك حمار وقمت انا صرت ارقد لا ترقد ولك قمت صرت انا وقفت ما بعرف وقف برقد ما بعرف صرت امشي شوي شوي بعديه هيك لعند قبل فرن الزره بحوالي شيء 30 40 متر شفتهم ريبطين استاذ من بيت بذكره لهلا بتذكره وعمال بيسحبوه بكعب السياره وهو ميت وتقريبا خط الدم من راسه عم يطلع بتشوفه على حرف الزفت. هاي مشاهد ما بنساها بحياتي. رحت وجبت خبز ما كنا غير اولاد على الفرن ما في حدا بس اولاد يعني يا دوب هيك شيء 10 اولاد بس في اولاد عم تجي يبدو هذا الوقت كانوا جمع اولاد بس الاولاد كانوا عم يجيبوا خبز فجبت الخبز ورجعت من طريق ثاني غير الطريق اللي جيت الطريق تقريبا عند دكان حسينه هون شفت من بعيد العساكر واقفين بس انتبهت مين العساكر في 5-6 جثث فوق بعضهم صار بس بدي اربط يعني ما بعرف كيف بدي بس بوصل على البيت رايب موت يعني ما بعرف كيف اشيل الخبزات مره اشيلها بايدي مره اشيلها هيك مره احطها على راسي بعدين وصلت على الدكان وجيت قلت له يا ابو عم يقتلوا العالم وقام قال لي ابي حط ايده على تلفون هيك وما خلاني احكي معك بس الحقيقه كنا نحن نسمع طلقات يعني انا وهنيك بالبيت كنت اسمع طلقات يعني وقت كنا بالبيت كنت اسمع طلقات وحتى سمعنا صوت هليكوبتر لا دخلت لعند قام فورا دفشني هيك ودخلني على البيت دخلني على البيت رقدت لعند امي وقعدت احكي لها وصارت امي تبكي وقت خصوصا قلت لها انه هذا الاستاذ ابن زكور قتلوه صايت تبكي وتقول الله يجبر خاطرك يا اما ما بقى بتذكر اما شو وتدعي الله يجبر خاطرك الله يستر وليداتنا الله يحمينا الله الى اخره لا خلص النهار وراحوا طبعا بعدين صار في حكايه كثير اتاري اخذوا كثير شباب بتذكر انا وقت اللي كان عمري 5-6 سنين 7-8 سنين كانت امي هيك تحط اشابه على راسها وتفتح عندك الباب الدار يوم السبت الصبح يكونوا هيك في شباب كتير رايحين على الجامعات شباب ولاد حارتنا يعني من بيت حربة بيت غفير بيت مهان بعرفهم يعني بعرفهم بزيني هلا تفتح الباب هيك شوي شوي وتخلي شوف هدول يكون هيك في باص عم يستنى مكتوب عليه حلب إدلب بدي ياخذهم اللي بدي اياك بس انك بتصير مثل هدول فيما بعد فهمت انه هدول طلاب جامعة وقت اللي خلاص هذا اليوم نصاتهم ما عادوا موجودين بالحارة ما عاد شفتهم أبداً لليوم سكن الخوف نفوس الناس بعد أن بدأت هجمة النظام في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بحجة تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين وخاصة بعدما جرى في حما وجسر الشغور فتغيرت الحياة الاجتماعية واختفت الكثير من المظاهر الجميلة التي كانت طابعاً مهماً في الحياة الاجتماعية يروي لنا غسان عن التغير الحاصل في محيطه الاجتماعي المدينة والحي وحتى شخصية الحاج أبو غسان الذي بدا مختلفاً وظهر ذلك جلياً حين حصل ابنه على الشهادة الثانوية وأراد أن يدرس الإعلام لأنه يميل بفطرته إلى الكتابة فكان الوالد غير راض عن الخيار لأسباب يذكرها لنا في سياق الحديث
فترة البكالوريا يعني بدأت كتير أشياء توضح لي. يعني أول يعني كنت مبعد إنه أفهم أبي ما بده يحكي، ما بده يعني يحكي، ما بده يعني يسأل. تغير أبي كتير بهالفترة، يعني بين هاي بين 82 بين 85 ما عاد أبي اللي أنا يعني بعرفه اللي بيجتمع مع الناس وبيقعد مع الخلف، ما بقى حتى حدا يقعد مع حدا قليل. بالزور لتلاقي مثلا بعض أصدقاء أبي المقربين إذا إجوا يقعدوا يحكوا لحالهم ويقول لي طلع من الدكان، يعني ما بده مثلا يعني اسمع. يعني إجا على الحارة ناس بهاي بعدها بعد هذا ما طلع الجيش، ناس غريبين ما بنعرفهم، لا لهجتهم ما بيشبه لهجتنا أبدا، سببوا حالة خوف شديدة بالحارة. مجرد ما يعدي يسود الصمت، الناس اهتم بدها يا بيطلع بإيدها لتفضي الشارع، يعني مين هدول؟ ليش اجوا؟ وليش اجوا بعد هاي الإخوان المسلمين أو بعد هاي دخول الجيش؟ بس طبعا كلهم هذول بيشتغلوا بالمخابرات، صار في كتير شيء له علاقة بالمخابرات. طوال ما أنك ماشي أنت عم تسمع المخابرات مخابرات مخابرات مخابرات، اجوا المخابرات، راحوا المخابرات، المخابرات عملوا هيك، مخابرات كذا. أول شيء ما كان في مخابرات، كان في قسم صغير للمخابرات العسكرية عند المحرير، بعدين صار في أمن الدولة وأمن العسكري وأمن الجوي وأمن الكذا، أخذوا المدارس في بفترة السبعينات، صار في بناء للمدارس كتير هايدي. بعدين فيما بعد عرفنا أنه هاي جت هدية من حكومة الكويت، 6 مدارس كبيرة عملوا، 1 دفر الحزب بحي القصور، وعملوا بحي القصور 1 لأمن الدولة 1 للأمن العسكري، وأخذوا حتى دار الأيتام اللي كانت للأيتام أخذوها وعملوها فرقة مخابرة جوية. هاي بتصير هيك عند كانت عند حارة الإبلية بمدخل حارة الكسيح، هون كان هاي دار الأيتام، أخذوها وعملوها مخابرة جوية. كان في كتير ظهور مسلح، كتير ما تلاقي إلا سلاح بين الناس، يعني حدا مسلح، يعني مسدسات أول شيء، كان مسدسات وجعب وبلاشن كوت. بعدين يمكن بال85 هيك بدأ يروح الكلاشينكوف، ضل بس المسدسات، تلاقي عادي انه تلاقي حدا حاطط مسدس هون هيك، وكلهم حقيقة اغلبتهم غريبين، يعني ما نعرف ان هدول يعني، بس كان وقت اللي يجي حدا منهم لعند ابي على الدكان هدول غريبين، تلاقي ابوي هيك يعني ما قال له دل، يخف من الكلام، مثلا اهلين اهلا وسهلا ابو فلان تفضل خير ايش بدك بدي هاي الشغلة اوكي الى اخره، يعطيها وخلاص. وجهده انه يعني يا بيطلع بايده ولا يخبيني ابوي بجيبته، يخاف كانه انه انا احكي علما انا مش بدك تحكي يعني، بس كان هيك يعني في حاله رعب الحقيقه بالحاله. طبعا انا بسنه البكالوريا جمعت 190 بالادبي، يعني هذاك الوقت كانت بالعلم تدخل طب، فاخذت 5 على سوريا. انا كثير كان لي هوا انه بالكتابة والقراءة. وقت اللي نجحت بالبكالوريا طبعا كانت فرحة كبيرة عند أبي، كثير انبسط، بس لما سمع أنه أنا بدي أدرس صحافة كثير انزعج. مبدو بعت لي الله يرحمه استشهد من فترة الأستاذ عمر حربة، كان صاحب أبي وكنت أنا كنت عزه كثير، انه كمان يحكي معي انه بغير يلي روح ادرس حقوق بلا صحافه. وانا كنت بدرس، انا مالي خبر انه في صحافه في سوريا اساسا، ما سمعت انا اساسا انه كنت ادرس صحافه في مصر. ابي زعج كثير، قال لي نحن عمرنا ما كنا موظفين بالدوله وما حنكون، قال لي افضل معي بدكان يا اما بتروح بتدرس حقوق، دروس اقتصاد، دروس اي شيء، بس صحافه لا، اللي احنا ما بنشتغل عنده. أول مرة بسمع أبوي عم يحكي بهذا الوضوح، نحن ما بنشتغل عندهم، نحن ما عندنا حدا منا موظفين، نحن كل بيت عبود ما عندنا ولا واحد موظف، ما متوظف عندهم نحن. روح بتصير محامي بتفتح مكتب ما في مشكلة، أما إنك تصير عندهم هدول لا.
أبدأ بذاك ما كان في قنوات فضائية، ما كان في غير تشرين والبعث والثورة والإذاعة والتلفزيون، فأبوي يعني حط بيزون إنه 100% آخر شيء حكون موظف ولا شو بدي أعمل يعني صحافي، شو بفتح دكان صحافي مثلاً يعني ولا بفتح تلفزيون، ما بزون هو ذاك الوقت كل هالقصص يعني. طبعاً أنا عندت كتير ودخل ناس كتير يحكوا معي، ما مش الحال. فرحت سجلت صحافة وعملت مقابلة الصحافة وطلع في صحافة بالشام، سجلت هيدي وعملت مقابلتها بدمشق، أول مرة بنزل فيها على دمشق كانت وقت رحت بدي أروح أعمل هاي المقابلة. طبعا أخذت الكرناك ويا فرحتي يعني 60 ليرة كان حق التيكت، ما بدي أروح بالهوب هوب. بعدين رجعت نفس اليوم على الليل وأنا عم خايف انه بينجح ما بينجح الى اخره، كنت حبيت كثير يعني حبيت كثير هيك انه ادخل على كليه الاداب، صرت اتفرج عليها كان الدنيا صيف، ادخل هيك سراديب كليه الاداب انه هاي هون ولا هاي هون تبع اللغه العربيه، هون تبع الصحافه، هون كان صحافه ومكتبات ببناء واحد لحاله، هون تبع التربيه ما بعرف شو، هيك اتفرج يعني يعني عمال بستكشف. بالنسبه لي بغيت علي بابا يعني شو هالجامعه يعني، ما كان في جامعه غير في حلب، قلت له انا جامعه حلب ما رحت عليها غير بس وقت عملت المفاضله هونيك سجلت بس الفحص صار بي دمشق. بعدين ركبت الباص ورجعت على إدلب، بعد أسبوع زدت مرة تانية على دمشق، طار علي من الفرح اسمي موجود أنه أنا نجحت بالمقابلة وصار ممكن أنزل الصحافة. لم يزر غسان دمشق حتى نال الشهادة الثانوية وتقدم لامتحان القبول إلى كلية الإعلام، ومع بداية العام الدراسي بدأت مرحلة جديدة من حياته. يروي لنا عن الليلة التي سبقت وصوله إلى دمشق للالتحاق بالجامعة، يتذكر التفاصيل كاملة، هاجسة، خوفة، حالة أمه وأبيه، ثم يمضي بنبش ذكرياته ليصل إلى الحياة في المدينة الجامعية وذلك المجتمع الجديد الواسع الذي فتح أمام غسان باب الاختلاط والتعارف بكامل أبناء المحافظات السورية. وقت اللي بدأت طبق شنطتي لحتى أروح على دمشق هوني حسيت انه بلحظة خفت من الضياع، حسيت اني بدي عم فارق الشوارع اللي انا مشيت فيها واللي ربيت فيها. للأمانة حسيت بالخوف كتير وقت جيت بدي اروح على دمشق. بليلتها بعترف لك انه يمكن ما نمت منيح، يمكن لأنه أمي كانت خايفة كتير، أبي كان هيك يعني مستغرب، كان عنده عواطف الله يرحمه مختلطة، فرحان زعلان. أمي كان وكأنه ابتدني أنا بدي أروح على أقطع البحار الخمسة يعني. ذكى هذيك الليلة أمي ما ناميت، حطت لي قهوة، حطت لي شاي، حطت لي سكر، تخيل حتى حطت لي فلفله خضراء، حطت لي رمان، حطت لي اشياء يعني بالتاكيد موجود من دمشق بس هيك. شنطتي كانت ثقيله، كان فيها شنطه ثياب، كان في صندوق كتب، حجم الاغراض اللي اخذها معي ما بيتحملها هذا المولمان. وصلت على دمشق بالاول لقيت هيك غرفة، طبعا كنت ملاقي انا غرفة بمنطقة حجيرة بعتقد، سكنت فيها اسبوع. بعد المنة طلع لي غرفة بمدينة الجامعية، انتقلت على المدينة الجامعية. هلا بتذكر كنت بالغرفة 192 بالوحدة 12، ضليت ساكن في هالغرفة 4 سنين ما تركتها. بهاي الفترة بدأت أداوم بالجامعة وبدأت الناس تداوم. بدأت أول مرة بحياتي بشوف ناس مو من إدلب يعني، بس صرت شوف ناس من مناطق تانية. أنا
ممكن تسمع فيها من دير الزور من حسكة يعني من اللاذقية. بقول بعرف اللاذقية كنا نروح فيها على البحر أنا وأهلي بأيام الصيف. طرطوش ما كنت بعرفها، شام نفسها، سويدا، درعا إلى آخره، حمص ما عندي أي خلفية عنها. فحسيت حالي مثل أليس في بلاد العجائب، بدي اكتشف كل هدول الناس، بدي اعرف مين هدول الناس، بدي بسرعه انه هيك اختلط فيهم. اعرف كانه بدي اقول له انه انا موجود، تعالوا نشوف نحن كيف شو وضعنا. يعني كثير حاولت انه هيك اختلط مع الناس، يعني انه انت منين، انا من حمص، انت من يبرود، انا ما بعرف شو، هيك يعني انا كردي، انا ما بعرف كيف. بمدرج الجامعه يعني ما كان في ناس من مثلا من مدينة دمشق تحديدا، ما كان في معنا زملاء من مدينة دمشق، ما كان في معنا ناس من مدينة مثلا حلب، من الريف في، بس من المدينة ما كان في. معقولة كل هذول يفشلوا بالمقابلة؟ معقولة؟ ما بعرف. طيب معقولة انه هذول مثلا سكان هالمدينتين ما بدهم هن يجوا على الصحافة؟ ما بعرف، بس ما كان موجود، يعني ما كان موجود. كنا اغلبنا من مدن صغيرة أو من القرى من الأرياف. بدأت مفاهيم غسان للحياة تتوسع، وبدأ يدرك ما لم يستطع مجتمعه الضيق في إدلب الإفصاح عنه. اكتشف خلال حياته الجامعية أن في سوريا طوائف مختلفة لم يكن يسمع عنها من قبل. وعادت به الذاكرة إلى القادمين الجدد في إدلب أيام الطفولة، فالآن توضحت له الصورة وفهم من يكونون ولماذا استقروا في المدينة. فكانت الحياة الجامعية تكشف أمام غسان كل يوم ستاراً جديداً أغفلته الحياة في إدلب عن مدركاته بسبب الرهبة والخوف المزروعين في نفوس الناس. من الجامعة اكتشفت شغلة خطيرة، اكتشفت أنه أنا مو بس إدلبي وأنا مو بس مسلم، أنا بعرف المسيحية، في مسيحية عنا بإدلب، في حارة لحارة للمسيحية. بس الحقيقة في بعض الناس اتبرعت وقالت لي انه انا سني. انا فعلا ما كنت بعرف انه انا سني، هاي حقيقة. هلا ما بعرف لانه ابوي بجوز ما قالنا، فينا ندعي ونقول انه اهلنا ما بيؤمنوا بالطائفية، ممكن. عرفت مين هدول الغرباء اللي اجوا لعنا على ادلب بعد دخول الجيش على ادلب ب82. شفتهم، شفت ناس بالجامعه بيحكوا نفس اللهجه، مش بهون. حاولت ادخل بيناتهم هيك واعرف مين هدول، كيف فشوا. اكتشفنا انه في صنف اخر موجود ايضا، الدروز. في صنف اخر ايضا موجود، الاكراد. شو يعني اكراد؟ والله نحن ما بعرفه. كان عندنا بزمانه ساكن بجارنا، بتذكر كان واحد اسمه هيك ضابط، كان رئيس السجن بإدلب، بس كان كتير حباب كردي، بيقولوا له أبو خليل. كان كل ما يجي من السجن للمهمة تبعيته يدوس على هاي البيري، يعني ما كان حدا يعرف أنه هو بيدوس على بيري غير يمكن أنا وأبي وأمي، نعرف أنه هو بيكرهها، ما بيحب هالبيري، ما بيحب هاي المهنة تبعته أنه يكون رئيس سجن. اكتشفت انه كان عندنا واحد بدفعتنا اسمه جمعة خزيم، كان كتير لطيف وكتير حباب، بس كان ممنوع يحكي كردي، ما بعرف ليش، كان يعزف على البزق شوي بس كان ما يغني كردي، يغني بعض الاغاني بالعربي. حاولت يفوت بين العلوية، بين الدروز، بين الدرعوية، لكن فجأة لقيت حالي مع رفقاتي اللي من إدلب كلهم. كان رفقاتي بإدلب كان أحمد سماع
يلي هو هلأ رئيس تحرير قسم الاقتصادي بجريدة الرأي الكويتية، كان من رفقاتي إبراهيم حميدي يلي هو رئيس مدير مكتب جريدة الحياة في دمشق لعشرين سنة، من رفقاتي شعبان عبود الصحفي اللي هلأ هرب على أمريكا منسجن، من رفقاتي خالد سميسي، يعني كنا هدول من اللي من إدلب، ما شفنا حالنا إلا ضلينا مع بعض. من أحد المحاولات إنه هيك اللي حاولنا فيه مثلاً إنه يعني نمشي مع يسموها شلل أو ناس تانين، مرة رحنا لعند رفيقنا اسمه فراس ديوب، كان بيته ببرزة هلا بتذكر، نحن قاعدين عنده بالبيت ورفقه وعم نضحك، كان معنا فؤاد حميرة، كان معنا وحدة اسمها لمع عباس، كان وحدة كمان اسمها ساحر عباس، كنت أنا وإبراهيم وأحمد سما، وقام حكالنا إنه هو كتير تضايق لما فجروا الإخوان المسلمين الباص، باص رايح على الساحل ما بعرف 42 أو هيك شيء، كان عم يطلع فينا بحقد شديد، قال بهن هلا ما بذكر، قال بهذاك الوقت بتمنى هلا لو قتل كل السنة، الله العظيم ما بنسى هالكلمة. طبعا رجل يمكن موتور او قلب لحظة عصبية ما بعرف، كان في شلة كتير حلوة ولطيفة مثلا من السريان، بس كانوا لحالهم ما يختلطوا مع حدا، بدك الحق العلوية كان اكتر ناس يختلطوا مع الناس التانين، يعني كافي هيك ان يختلطوا، بس البقية ما يختلطوا، الدروز ما يختلطوا قليل، حتى على المستوى الجغرافي كان 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 في اشكالية، يعني تلاقي الحماصة لحال، الحلبية لحال، لا يعني كان في حلبية حيخلطوا معنا، كان في كم واحد، بس مثلا ابن الحسكي لحاله وابن دير الزور كل جماعته لحاله، كل واحد لحال، يعني قليلا التقى بأشياء كتير هيك، يعني بهوامش كتير ضيقا التقى مع بعض. لدمشق في قلبه وقع خاص، حين تحدث عنها بدا حنينه إليها واضحا، فكانت أزقتها وحاراتها وياسمينها العبق جزءا جميلا من الحديث، وتطايرت أشواقه كحمامات في سمائها، فيما بدا الجزء الآخر صفحة سوداء لا يخترقها الضوء، فكل ما يتعلق بالحياة الثقافية فيها يدور في فلك البعث والسلطة ويسوق للنظام القائم، على الرغم من اتساع هامش الحرية في الحديث بين الأصدقاء والزملاء. كنت حب كتير امشي بدمشق، حب اتفرج على دمشق كتير، استغل الفرصة انا وعز اصدقائي احمد سماع نطلع بهذاك الوقت، طبعا سحرتني كثير دمشق القديمه، كنت كثير حب انزل اكل فيها بالحارات تبع، استمتع جدا باكله النابلسيه بالحارات، استمتع كثير باكلات الحمص والفلافل والفتات بالحارات، كثير انبسط فيها، كثير حب امشي بحاراتها، كنت كان يمتعني كتير وقت هيك لظروف معينة، عشان أكون فايق بكير إنه ألبس هيك، وأنا وأحمد وصديق آخر ربما أحيانا شعبان عبود أو إبراهيم حميدي نطلع نتمشى لنشم روائح الياسمين، ما كان في دمشق، بدمشق ما كان، بيقول لك في نهر بلدها، ما في نهر بلدها، أنا ما شفنا ولا مرة نهر بلدها، إحنا شفنا مجرى نهر فاضي ناشف ما في شيء، ريحة الأوساخ بتطلع منه، ما كان في شيء. علاقتنا مع علاقتي انا بالذات مع الدكاتره كانت كويسه، بدانا نحضر سينما، بس شو سينما، سينما سخيفه يعني، كلها سينما عساكر، لا فيها سينما ولا فيها بطيخ، احيانا يجيبوا فيلم، خصوصا هذه ايام مهرجانات دمشق السينمائيه، روح نحضر ايه نتفرج هيك، نحضر على الامسيات والندوات اللي تطلع بعده، انا تحسها ندوات كلها خطابيه، مثل بتشبه خطابات عبد الناصر وحافظ الاسد بهذاك الوقت. اللي استغربت له هو انه بدمشق بيحكوا سياسي اكثر من ادلب، هو ليش بادلب ما بيحكوا سياسي مثل ما بيحكوا بدمشق؟ نحن بادلب السياسه كانت انه مثلا واحد يحضر لا هذا امين الفرع يحكي كلام وينقلنا تحيات حافظ الاسد، هاي السياسه كانت بادلب،
ترى هون بالشام يا اخي والله بيحكوا سياسه وهيك ومع رفقاتك وبتاخذ بتحكي عن اخوان مسلمين بتحكي عن اشياء كثيره يعني. وعي للنظام بدات اقراه كثير، بدات اكرهه بشكل ما ممكن تتخيل، بدات اكرهه وخاف منه، كنت خاف حتى انه انا يمكن ما حكمل الجامعه. لم يستطع غسان ورفاقه القادمون من إدلب الانخراط كثيراً بزملائهم، فهزة الأحداث السابقة التي مرت بها البلاد كانت تفرض منطقها على المحيط. يقص لنا عن العلاقة مع الزملاء في الجامعة وكيف كانت تقوم على أساس المناطق، وما شذ عنها قلة قليلة من العلاقات والتي ربما لم تدم طويلاً. اكتشفت قلت لك انه نحن ما كسوريين ما بنعرف بعض نحن يعني انا راحت 4 سنين من الجامعه ما عرفت انه هذا الدرزي شو قصته يعني ما كنا اصدقاء قليل اصدقاء بمعنى مرحب يعني زملاء. الكردي رطيت الجامعه وما فهمت يعني في كان مشكله انه ما عرفنا مين هذا البلد. زرت انا مثلا صافيتا وطرطوس بحكم انه تعرفت على زوجتي وراحوا معي اصدقائي، كنا نشوف مثلا ردات فعل طائفيه لكن مو يعني مو من اهل زوجتي لكن من برا يعني شوف مثلا يعني سبيل مثال كنا مجموعه وكان معنا كمان منى مقصود من حصين البحر وكان في وحده اسمها دولات درميني كمان هي كمان من هالمنطقه وكان واحد اسمه جميل هدله او هيك شيء. شفنا له هذا حيدر وقت اللي عرف انه احنا من مناطق غير منطقته كتير كان يعني سخيف في تعامل معه، حسسنا ببعد طائفي كتير يعني حسينا كلنا انه هذا الرجل كرهنا ما بعرف ليش. في ذلك الوسط الشبابي عرف غسان الحب وبدأت العاطفة تتسرب إلى قلبه، فكانت علاقته الأولى مع زميلة جامعية استمرت على مدى سنوات الدراسة ولم يقف حاجز الطائفية في وجهيهما لتتوج العلاقة بالزواج. حبيت بنت بأول الجامعة ممكن بس بأواخر السنة الأولى رفيقتي بالجامعة هي. كنا نعم نعمل أنا وياها يعني مجموعة من أصدقاء مشروع له علاقة بالبحوث، حبيتها وصارت هيك في صداقة وفي صحبة وظلت طيبة من رفيقتي فترة طويلة. ضلينا فترة طويلة هيك علاقة مع بعض، علاقة حب وعواطف. تعرفت على أهلي وعرفت على تعرفت على أهلها، كنت روح لعنده أزونه. هي من منطقة حول صافيتا اسمها راس خشوفة، يعني هي علوية. ناس أهلها بجننوا، ناس كتير لطيفين، أهل الضيعة كتير كويسين، يعني أنا ما شفت إلا كل خير منهم حقيقة. يعني حس أبوي إنه أنا ممكن يعني إنه نحن طبعاً أبي رجل يعني طبيعي، يعني مو دين بمعنى إنه متعصب وشيخ وكذا، لا، بس رجل قلت لك أنا يلا بصلي الفرض حاضر يعني بالجامع. ما كان عنده مشكلة يعني، بعد ما تخرجت تجوزت أبوي. بدأ مشوار غسان الحقيقي في الحياة بعد التخرج، فقد كسرته الظروف وحالة البلاد الضيقة، فشكل هاجس العمل للشاب الخريج حالة من الإحباط بعد أن طرق أبواباً كثيرة ظلت مقفلة في وجهه، فخرج إلى لبنان طالباً رزقه واصطدم بواقع مشابه، فعاد أدراجه إلى سوريا ولتستمر الحياة في عنادها ويفقد أغلى ما لديه. أنا ضليت من عام 91 لمنتصف 92 وأنا عم دور على شغل ما لقيت شغل، لا بجاية البعث ولا بالسورة ولا بشغل البعث. الغريب
أصدقائي كلهم ما لقوا شغل. شعبان عبود مثلاً ما لقى شغل حتى طلعت الفضائيات بال 97. إبراهيم حميدي لقى شغل لكن بمكتب تابع للندن ما له علاقة في الحكومة السورية. جان بلاتشكاي لقى شغل بال 98. جان بلاتشكاي صار يشتغل بالتليس بالزريقة يعني بهاي تبعية العمارة يعني. مين بدي أقول لك؟ أحمد سماء كمان ضل سنتين هو عم يدور على شغل ما لقى. الشغل الوحيد اللي كان بدهم اياها منه انه ياخذونا على الجيش، وطبعا انت تروح على الجيش يعني هي معروفه شو بالجيش تماما، انه سنتين انت من التدجين والبهدله دائما سب على امك واختك وابوك وتحميرك وتجحيشك والى اخره، هذا هو الجيش في كان في سوريا يعني ما كان في شيء غيره. سنتين لا انا الحقيقه هذا الفكره كانت كثير مرعبتني، انا ما بدي على الجيش باي شكل كان، ما كان بدي. بهاي الفتره كان ابي شبه سعيد انه انا ما عم لاقي شغل، كثير سعيد، هو كان زعلان للاحباط انه انا محبط، بس كان يعني ما بده يعني انا اشتغل هناك، كان دائما يدفعني انه ابني الله يرضى عليك تعال اشتغل معي بالمحل مثل اي حدا يعني اللي ولا شامي ولا حلبي، احب انه ابنه يشتغل معه يعني ابنه كبير. انا رفضت هاي الفكره، فكنت احيانا اذا اشتغل معه بس مو انه والله بدي اسخر حالي، لا مساعدة، لكن ما انه والله خلاص حيصير باب رزق. بعدين فكرت انه خلاص ما بقى في امل، رحت على لبنان دورت على شغل ما في. دخلت على لبنان على فكرة كان السيادو طلع نظام السوري جديد من الشرقية، حضرت معركة السلم اسمها شهيرة بين الشيعة بأنفسهم، هذا جماعة حزب الله وجماعة هذول امل، وكمان ما لقيت شغل. فقررت انه اسافر على الخليج ودور على شغل. بهالفترة مرتي حملت، قبل ما تولد بشهر مرضت تبين انه معها مشاكل بالرئتين زائد الحمل. الحقيقة يعني اكتشفت انه بسوريا اللي برشح بيموت مو اللي بيمرض مرض قاسي، لانه بهذاك الوقت كان فعلا بدك واسطات كتير لتدخل على مشفى كويس، بدك مصاري كتير لتروح على مشفى خاص. حاولت وقف جنبها، حاولت امشي، اخر شي ماتت هي والجنين، لانه بالمستشفى ما كان في اكسجين، فتوفت هي والجنين. بعد منها بعد 18 يوم غادرت وجيت على ابوظبي. Thank you.